مرحبا، حلقة جديدة من صفرة شهية. اللازانيا اسم إيطالي بطبعه، صنف مرغوب كتير، فات لعنا على الشرق الأوسط، فات هالطبق المميز على لبنان، إجا لعند الشفية اللبنانية وبلشوا يشتغلوا ويحضروا ويخترعوا بهالطبق هيدا. الصلصة الأساسية صلصة بولونيز، بصل، ثوم، لحمة، شوية رب بندورة مع مرقة، والصلصة الثانية البشاميل. اليوم شيف سليمان رح يحضر معكم صلصة جديدة ميديترينيان، شرق أوسطية، فيها كوسة، فليفلة ملونة، ثلاث ألوان، أخضر أصفر أحمر، فيها باذنجان، فيها بندورة وفيها بصل. والشيء المميز اللي رح أعمله اليوم إنه الصلصة رح يطلع لونها روزي، يعني بدل ما أعمل صوص بشاميل وبولونيز وحط هالطبقات اللازانيا ومرق الصلصات بيناتهم، رح أعمل صلصة وحدة موحدة فيها بصل، فيها فليفلة، فيها كوسة، فيها باذنجان، فيها بندورة، فيها رشة ملح وبهار فقط لا غير. عندي ثلاث أنواع من الجبن المخلوطين مع بعضهم، عملت تشيدر تشيز مع موتزاريلا وشوية بارميزون، خلطت كل هالخليط. عادة البارميزون هو هارد تشيز ما بيدوب، بس مع هيدي الخلطة بتنمزج المواد الدهنية الموجودة بالجبنة بين الموتزاريلا والتشيدر والبارميزون بتعطيني الطعمة الطيبة. أهم شيء الباذنجان بقيمته الغذائية العالية، ومع هالقرش الطيبة اللي رح تطلع معي رح خلي الخضرة الدنتي مع الباذنجان مع الكوسة مع الفليفلة مع البصل مع البندورة الطيبة بقرصة الحامض الصغيرة الموجودة فيها على شرحات اللازانيا مع الجبنة، منكون عملنا طبق لازانيا مميز وطيب. الطبق الثاني رح أعمل أنا وياكم الساور كريم، بس هالمرة رح نعملها بس بثلاثة آيتم اللي هن كريمة مع الحامض، ورق الكزبرة واللبنة. رح لفها بعجينة التورتيا، قطعها، شكها بالكوردون، وعندي حبوب ريديس عملتها بانيه، رح حط حبة القريديس على حبة التورتيا. منكون نفس المواد الأولية اللي نحنا منحبها، يعني عجينة التورتيا الطيبة اللي بتتقدم كسادياس أو حيلا صنف تاني، رح أعملها اليوم مع الساور كريم وحط عليها حبة هالقريديس، يطلع عندي أميوز بوش، لقمة ممكن أكلها بجاتشي وحدة مع حبة قريديس مقرمشة وشوية زينة على الوجه. طبقنا لليوم تورتيا بالكريمة والقريديس. المكونات الخاصة بالكريمة: لبنة ملعقة عدد 3، كريم فريش حوالي 100 مليلتر، عصرة حامض، رشة ملح، ورق كزبرة ربع باقة. بحاجة كمان لعجينة التورتيا عدد 2، 8 حبات من القريدس الباني، حبوب بندورة كرزية للزينة. الطبق الثاني لازانيا بالخضار، نحن بحاجة لهالطبق لبصل ناعم، بندورة مربعات، كوسة، باذنجان، فليفلة ملونة، كريمة طازة حوالي الكباية، جبنة موتزاريلا 100 جرام، جبنة تشيدر 100 جرام، جبنة بارميزون 50 جرام، ورق اللازانيا 12 ورقة. رح بلش أنا وياكم بالصوص. مثل ما شايفين محضر الخضرة قدامي، الباذنجان جاهز، الفليفلة، الكوسة، بس بترك البصلة دايما، بحس إنه البصل الوحيد إذا انفرم قبل الوقت ممكن يخسر شوي من نكهته أو من قيمته، ممكن يعطيني كمان طعمة مش كتير طيبة. بصلة ناعمة، المقادير تقريبا حبة باذنجان صغيرة، نص حبة فليفلة خضراء، نص أحمر، نص أصفر. إذا بكون عم حضر فقط صحن بالمقياس اللي موجود معي، هلا فرجيكم على الجات اللي بدي حط فيه لازانيا. بالنسبة لإلي هيدا الجات كفو انه يعطي 4 اشخاص، لانه اللازانيا صنف ما يعتبر اساسي، يعني لازم يكون عندي دجاج او لحمه مرافقين للازانيا. هيدا الجات ممكن يعطيني نقسمه بالنص 4 قطع. الكميه اللي انا بحاجه لها هي بصله، نص حبه فليفله ملونه من كل نوع، كوسيتين ثلاثه البصله قلنا عنا، حبه باذنجان، وهون فارم تقريبا شيء 3-4 حبات بندوره. عندي على النار شوية كريم فريش مع صلصة البيستو، لما ينخلطوا كلهم سوا بطفي تحت الصلصة وبقلكم سر البيستو على النار.
تقريبا مقدار فنجان قهوة من الزيت. فليفلة ملونة، كوسة، قلية البصل، ألوان ولا أروع من هيك، فترة التقلية أقل من دقيقة، قلية البصل، الفليفلة الملونة، الكوسة والباذنجان. مقدار 3 حبات من البندورة، مقدار 3 حبات من البندورة الكبيرة. مثل ما لاحظتوا صفيت البندورة لأنه المي الطبيعية اللي بتطلع من البندورة بالأول منا كتير مناسبة لإلي بالطهو، خاصة لهالأنواع هيدي من الصلصات، بصير مضطر اغلي الخضرة أكثر لتتختر البندورة وتتبخر ميتها. يستحسن تنحط على المصفاية لأنه هيدي المي ما عندها قيمة غذائية أبدا، بالعكس بيكون وجودها للضرر أكثر ما هو منفعة. قويت النار شوي صغيرة، رح انقل طنجرة على نار أخف، بطبق عليها بنتركها فترة 10 دقايق كرمال البندورة بق المي تبعها الخضرة كلها تبلش تتفتت أليافها شوي لتستوي وتعطيني الطعم الطيبة. ولما بنرجع انا وياكم بنحط لها الكريمه الطازه، ملعقه الباستو، بنطفي تحت منها، بنمدها بالصينيه وبنحط لها الجبنه. كريم فريش، ورق كزبرة، عصرة حامض صغيرة. أهم شي نعرف إنه شوية أسيد من الحامضة فوق الكريم فريش مع خفقة صغيرة مع رشة ملح كتير بسيطة. بلحظات من الخفق هلأ بتشوفوا معي دغري بدها تشتد معنا الكريمة. إذا بتلاحظوا دغري بلشت تشتد الكريمة، والسبب هو الأسيد اللي موجود بالحامض اللي أنا ضفته على الكريم فريش. الكريمة عم تشتد، صار عندي كريم فيني سميها ساور كريم. التركيبة تبعها حامض شوية ملح مع الكريم فريش. الكزبرة، ضلوع الكزبرة مثل ما هني رح حطهم. افرمهم، ضيفهم فوق الكريم فريش اللي حطيت لها الحامض و
واكيد فيها شويه ملح. ملعقه، اثنين، ثلاث ملاقع من اللبنه، شريط الخفق ما بقى له حاجه. كمل تحضير الصلصه بالتحريك، لانه الكريم فريش مع اللبنه اذا رجعوا انخفقوا مع بعضهم بالشريط تهبط معي الصلصه. انا بدي خلي الفوليوم تبعها عالي والتكستير يكون هش، يعني لزاجه الصلصه تكون هشه. تخيلوا معي هالصلصه اللي فيها كزبره، كريم فريش، عصير حامض، كل هالاشياء هيدي هنا تكمن النكهه. مع حبوبه قريديس مقليه محمصه، احط الزيت على النار ونكمل التحضير. الزيت عنا حامي، حبوب القريديس معمولة ببانيه، هيدا الصوت الحلو، هيدي الرنة الموسيقية تبع الزيت اللي عم يندمج مع المادة الغذائية، الكعك مع القريديس البارد. ومثل ما بنقول دايما هنا تكمن النكهة. حبوب القريديس جاهزين، الصلصة عندي على النار، البخار تبعها معبي الدنيا. اللون بعده أحمر، الخضرة عم تستوي على مهلها، صلصتنا بدها وقتها. من كل ميلة من القريديس بدي أقل من دقيقة. درجة حرارة الزيت 180 درجة، وهي الدرجة المثالية لكون عم بعمل شيء مقلي، إن كان بطاطا أو سمك أو دجاج أو قريديس. الحرارة المثالية للقلي هي 180 درجة، ولا مرة لازم القلي يتخطى معي العشر دقايق، يعني ولا مرة لازم يكون عم بقلي شيء اضطر اقليه فترة أكثر من عشر دقايق لأنه ببلش يشكل ضرر. بلشت قرمشة القريديس هو وبالزيت تبين. رح اربح وقت معكم، رح احط الكريم فريش فوق قلية البصل والبندورة والفليفلة والباذنجان والكوسة. صوص لازانيا بلش يصير لونه زهري. مزجت الكريمة الطازة مع قلية البصل والبندورة وكل هالخضرة، السماكة تبعها مثالية، درجة الحرارة عالية لأنه رح استعمل لازانيا خضرة ناشفة، وهي اللازانيا الخضرة الناشفة لازم الصلصة اللي بحطها عليها تبقى كتير سخنة كرمال دغري تشرب منها النكهة وتشرب منها الطراوة. عجينة التورتيا، الساور كريم اللي حضرتها، عندي بندورة كرزية للزينة، في حد مني كتير حشايش كمان رح استعملها للزينة، ملعقة كبيرة تقريبا من الساور كريم، كفيلة تعبيلي رغيف الخبز، وببلش رفه
بشكل رولو رولو جاهز، بحاجة لنص حبة بندورة، حبة الريديس بتوقف على الكردوني مع حبة البندورة. نستعين ب الحشيش الخضرة للزينة، اوكي. هذا طبق المقبلات تبعنا اليوم. تورتيا فيها ساور كريم محضرة من كريمة طازة، عصير حامض، لبنة وورق كزبرة. عم تتخيلوا معي قديش اللبنة مع الكزبرة مع الكريم فريش اللي فيها عصير حامض معقولة تعطيني هالطعمة الطيبة وهالقرشة الرائعة. وبرجع بكمل الصنف تبعي بحبة قريدة سباني مقلية ومحطوطة على الوجه. بتتاخد الحبة القريديس بتتاكل لحالها بالأول، وبنرجع بناكل شقفة الخبز اللي فيها الكريم فريش مع اللبنة والحامض وورق الكزبرة. رح حضر بعد هالحبة وروح أنا وياكم لبريك، وبأثناء البريك بكون أنا عم كمل الزينة والسكب تبع بقوة حبوب القريديس مع تورتيا. رجعنا من البريك، حبوب القريديس مع التورتيا جاهزة، الطبق خلص، زينا كل الحبوب وحطيناهم وصاروا جاهزين للقرمشة. وشلت عن النار هالصوص الطيبة، هالصلصة الخضرة اللي فعلا عندها ريحة رائعة. تتخيلوا إذا الريحة حلوة هالقدة، قدي بدها تكون طعمتها طيبة. بالنسبة لسماكة هيدي الصلصة، هيدي هي السماكة المثالية مع الخضرة. الصوص بعدها سخنة، عجينة اللازانيا بعدها يابسة. أول ما بحطها فوق الخضرة دغري بتبلش العجينة تشرب من المرق تبع الصلصة، من ميل بتبلش تستوي شوي صغيرة، ومن ميل تاني بتطرى تمهيدا لتفوت على الفرن وتنعمل جراتيني. ألوان الخضرة رائعة، الباذنجان مع قشره، الكوسة، الفليفلة الملونة، فعلاً عطيتني رونق حلو وشهي. ثلاث طبقات، بعد في إمكانية أعمل طبقة رابعة قبل ما أحط الجبنة على الوجه. آخر طبقة لازم تكون خضرة مع صلصة. هيدي الخضرة مع الصلصة كلها سوا. دايما لازم كل الأطراف تبع الجاط تتعبى مرقة مع صلصة. درجة حرارة الفرن 180 درجة، مدة الطهو تقريبا 15 دقيقة. مثل ما قلت لكم عن مزيج هالجبنة، حاطت ثلاث أنواع من الأجبان: جبنة الموتزاريلا، جبنة التشيدر،
وشوية بارميزون. عنده هدف سامي رائع جدا. البارميزون هو هارد تشيز ما بتدوب على الحرارة، بس لما بعرضها للحرارة ونوعين الجبنة التانيين بيدوبوا حد منها بتنمزج معهم وبتعطيني طعمة بكل بايت عم بكلها، ولا أروع من هيك. كمية الوجه تقريبا 250 جرام من الجبنة المختلطة، 100 تشيدر، 100 موتزاريلا، و50 جرام بارميزون. الفرن تبعنا حامي، القالب كامل متكامل، صلصة الخضرة مع الكريم فريش، الجبنة، وإلى الفرن. صينية اللازانيا استوت، دابت الجبنة، جزء من الجبنة أخذ لون لأنه جبنة موتزاريلا، التشيدر ما أخذت لون كامل ولا البارميزون. هيدا هو طلبنا، تبقى الجبنة دايبة سايحة. كنت عم قلكم بالنسبة للبيستو بدي حطه آخر شيء بعد ما شيل اللازانيا من الفرن، بحط 4 ملاقع. عادة صلصة البيستو لما بتتعرض للحرارة بتروح قيمتها وبتفقد نكهتها، يعني ببطل إلها وجود، بينما لما بحطها بآخر لحظات أو بآخر لمسة بتضل النكهة تبعها ظاهرة. لازانيا مع الخضرة والبيستو، جبنة مشكلة على الوجه، نكهة طيبة وريحة حلوة، تورتيا مع القريدس المقلي والساور كريم، لازانيا، بصل، فليفلة ملونة، باذنجان، كوسا، كريم فريش مع البندورة. عن جد هالصوص الروزي بتعطيني طعم كتير طيبة، ما حطيت ولا نوع بهار، حطيت رشة ملح، حطيت طبقات اللازانيا بالنص، فوتها على الفرن، استوت من تحت، أخذت كوش. والحلو بالموضوع إنه حبوب الخضرة ظاهرين شوي صغيرة لبرا، مع العجينة نافخة بقلب الفرن، عطيتني ريحة وطعمة شهية. من سفرة شهية من إلكم إنه اليوم حلقتنا خلصت، إلى اللقاء بحلقة جديدة.